مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربي. نزل أيضا تحديث جديد للسناب شات، التحديث برقم 12.49.051، تحديث إصلاح الأخطاء. قبل ما أبدي أشرح الطريقة الصحيحة للتحديث، أتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو يشترك بالقناة ويفعل الجرس ولايك للفيديو. مثل تعرض الأحداث توصل أسبوعيا، لكن قبلها حبيت أعطيكم بعض المعلومات اللي تحافظ على حسابكم وتمنعه من أنه ينحذف. أول شيء، سناب شات عنده بعض الشروط حتى لا ينحذف الحساب على هاتفكم ويضيع الحساب 100%. ممنوع تستخدم حسابين سناب على نفس الهاتف، لأن تطبيق السناب ما يقبل هالشي وممكن يحذف حسابك. والشيء الثاني، ممنوع تستخدم تطبيقات الطرف الثالث VPN إدارة الملفات، وهذه التطبيقات أكيد راح تحذف حسابك. والشيء الثالث، أي تطبيقات تزيد لك المشاهدات أو تزيد اللايكات أو تجيب لك متابعين وهميين أيضا ممنوع تستخدمها، لأنه تطبيق السناب ما يقبل. والشيء الرابع، أي فيديوهات تاخذها من أي تطبيق ممنوع تنشر السناب، لأنه السناب ما يقبل وللأسف بعض الأحيان تنحذف الحسابات. أخيرا، أنه إذا حبيت أن تحافظ على الصور والفيديوهات اللي موجودة عندك، لازم الهاتف مالتك يكون به مساحة زايدة، لأن هذه المساحة راح تأثر وللأسف بعض الأحيان تنحذف الصور، وراح أشرح لكم من داخل التطبيق. حتى التطبيق السناب بصورة صحيحة، راح ندخل على الأبل ستور ونروح بالأعلى وننزل الشاشة إلى الأسفل، راح تنزل التحديثات ونزل عندي الواتساب الويتشات عفوا، وهنا السناب. السناب التحديث برقم 12.49.0. حتى نحدث التطبيق بصورة صحيحة، راح أدخل على الأبل ستور. حتى نحدث التطبيق بصورة صحيحة، راح أروح على الأبل ستور، أدخل بالأعلى وأنزل الشاشة إلى الأسفل، راح تنزل التحديثات. نزل عندي الويتشات والسناب مثل ما تشاهدون، التحديث برقم 12.49.051. قبل ما نحدث نروح على الإعدادات، ننزل على عام، ننزل على تحديث الآيفون ونتأكد الآيفون أو الأندرويد ما محدث. بعدها نروح على مساحة التخزين، هذه المساحة الكلية، المساحة المستخدمة 91، الفرق بيناتهم ما يصير تخلي 5 أو 6 جيجا. هذه شكو عندك صور قديمة راح تنحذف، لازم يكون أقل شيء بين 10 و30 جيجا، وش قد أكثر أحسن. أفرغ المحذوفة مؤخرا وأنزل أشوف كم مساحة السناب. السناب صارت عندي مساحة تقريبا 1 جيجا، أني أفضل أنه أحذفه وأرجع، أحذفه وأرجع حتى المستندات والبيانات أبد يعني تروح كلها، وشكو أخطاء بالتطبيق راح ترجع تصحح. راح أرجع على الأبل ستور وهنا أرجع أنزله، وراح ينزل عندي تطبيق محدث ما بي أي أخطاء. وبالنسبة للآيفون تسجيل الدخول سهل، راح فقط أكبس عليه راح يدخلني على الحساب. كمل التحميل، أدخل عليه، فقط تعمل تسجيل دخول حسابي KHLD 123.5.5. بعد أروح على الإعدادات، أنزل على عام، أنزل على مساحة التخزين، وهنا مثل ما تشاهدون المساحة اللي عندي 433. في بعض المتابعين يدخلوا لي المساحة عندهم 5 جيجا أو 6 جيجا، هذا أكبر خطأ، فمثل ما تشاهدون أحذفوا ورجعوا كل شيء يبقى. أما بالنسبة للميزة الجديدة اللي وصلت، فلو دخلت على الشيء الجديد، أما الشيء الجديد أنه لو أخذت صورة لأي شيء وحبيت أنه بالصورة تعدل، فراح تشاهدون مثل ما تشاهدون هنا، هذا الشيء راح يروح، وهذا الشيء الجديد اللي نازل. أتمنى بنهاية الفيديو استفاديته. لا تنسون دعم قناتي بلين بعيون عربية باشتراك ولايك وتفعيل الجرس، ومع ألف سلام.